السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم يا أحلى متابعين، وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود الأيام دي بخير عليكم يا رب العالمين. وهنعمل بقى مع بعض ايه الكوارع، وانتم عارفين طبعا فوائد الكوارع حلوة قوي للمفاصل وكده. في ناس بقى ايه من عشاق الكوارع، وعشاق الكوارع دول بقى هم اللي يجمعوا هنا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي، وازاي ناخد منها اجمل شوربة في الدنيا. خليكم معايا، اوعوا تطلعوا من الفيديو. اول حاجة نقول بسم الله، ونحط مية كده تغلي على النار، وبعدين انزل بالكوارع فيها. تاخد بس غلوة واحدة، وهصفي ميتها واشطفها، ونشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما اخدنا الكوارع بتاعتنا غلوة طلعناها وشطفناها، تمام. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا، هنا عبارة عن ايه، ورق لورا وقرفة وكبيبة صين اللي هي صغيرة دي، تمام. ودي جوز الطيب باخد منها بشرتين ثلاثة كده، وبهارات وفلفل اسود وحاجة بسيطة كمون. انا بحب احط الكمون على كل حاجة يعني، فانا ايه مش هكتر، اي حاجة بسيطة تمام، وحبهان مش هنكتر توابل اكتر من كده. وهنحتاج كمان توم اهو مهروس، بصلة. نيجي بقى على النار، هنحط معلقة كده من الزبدة او معلقة من السمنة. انا ما عنديش سمنة بصراحة، فانا حطيت زبدة، تمام. هستنى بقى لما الزبدة تسيح خالص، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. الزبده خلاص ساحت معانا، هبتدي انزل بالايه، باللورة والسطيف. بالبصل هبتدي اللي انا اقلب، وبعد كده انزل بالكوارع. الريحه طالعه واو، حلو قوي. هبتدي ان انا انزل بالثوم، دلوقتي هنزل بقى بالتوابل. هبتدي ان انا ابشر شويه لما جت كتير، بشرتين ثلاثه كده. وقعت تاني مش كده كده، تمام. انا هنا على فكره بغلي ميه علشان هزود بيها الايه الكوارع. دلوقتي هبتدي ازود الطماطم، مع نفسهم بقى شوية ياخدوا يدوا كده مع الطماطم، وبعد كده هنزود المية وخلاص على كده، تمام. لما نزود المية هنهدي خالص عليها كده شمعة، ونسيبها تستوي براحتها. على فكرة النار الهادية بتسوي مش زي النار العالية، يعني انت مش تقولي انا هعلي النار فتقوم ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، الحاجة تستوي. لا، النار الهادية بتسوي اكتر من النار العالية، تمام كده. هغطي عليها واسيبها بقى مع نفسها شوية. خلاص كده ابتدي اللي انا انزل بالمية السخنة، خلاص كده هغطي عليها وهسيبها تستوي خالص براحتها، تمام. اول ما المية دي تبتدي تغلي ههدي عليها واسيبها تستوي خالص براحتها. دي الكوارع بعد ما قربت تستوي، هبتدي انا انزل عليها بالملح واسيبها شوية، وبعدين نشوفها تاني مع بعض. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال، الله على الكوارع والشوربة، حاجة كده ولا اروع. بسم الله ما شاء الله، الشوربة جميلة جدا، والكوارع حلوة ومستوية، الريحة مش هقول لكم بقى، حاجة كده خيال. بسم الله ما شاء الله، عشاق الكوارع بس هما اللي يقربوا هنا. جربوها على طريقتي، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم، هتاخدي من الكوارع احلى شوربه. سيبك بقى من اللي بيحط عليها صلصه وما اعرفش ايه، بصي ما تحسيش انك بتاكلي كوارع الا لما تسلقيها بالطريقه دي وتشربي كده الشوربه بتاعتها، ما تكونش يعني عليها صلصه كتير.
تحسي كده ان انت بتاكلي كوارع فعلا. واحنا بنحب كمان القطعه تكون كبيره كده تبقى حلوه يعني. كل واحد طبعا وذوقه، وعايزه تقطعيها حته صغيره عن كده تمام براحتك يعني، كل واحد وعلى حسب ما بيحب. بس هي دي الطريقه الاصليه بتاعه الكوارع اللي بتاخدي منها احلى شوربه، ما شاء الله الطعم والريحه حكايه. انا عامله معاها كفته وبطاطس كمان كده كانت تحت الكفته، ودي بقى افطارنا النهارده فطار يوم عرفه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. طبعا انا الكفته مصورها لكم لوحدها في فيديو تاني تمام، يا اما هي اللي هتنزل الاول يا اما الكوارع اللي هتنزل الاول على حسب بقى. انا مصوره طريقه دي وطريقه دي لوحدها. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب بقى اللي تعجبها الوصفه معايا النهارده تشترك معايا في القناه. لايك منك كده يا قمر. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.